اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الثالث الاعدادي ومع درس من دروس التاريخ. في الحلقات السابقه خدنا كيف كانت الحمله الفرنسيه لها اضرار كبيره على مصر. هناخد النهارده درس جديد اسمه ثوره الشعب المصري وتوليه محمد علي. ايه هي احوال مصر قبل ما يتولى محمد علي الحكم؟ بنقول ان بعد ما خرجت الحمله الفرنسيه عام 1801 وتولى محمد علي الحكم في 13 مايو، هذه الفترة في الفترة دي من 1801 ل 1805 سادت في مصر نوع من الفوضى والاضطرابات. طب ايه السبب؟ بسبب الصراع ما بين كل من المماليك والعثمانيين وانجلترا، رغبة في كل من الثلاث دول في السيطرة على مصر. بدأت الدولة العثمانية في استعادة سيطرتها على البلاد، يعني نقدر نقول ان عادت مصر ولاية عثمانية، وبدأت مصر تسيطر عليها الدولة العثمانية، وذلك من خلال ان العثمانيين والمماليك قاموا بفرض العديد من الضرائب والإتاوات على المصريين، مما أثار الشعب المصري في مارس 1804، اسمها ثورة الشعب المصري في 1804. لما يجي هنا يقول لي مما تفسر قيام ثورة 1804، أقول له بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. مين اللي فرضها؟ العثمانيين والمماليك. طيب لما جه هنا ثأر محمد علي. محمد علي كان من ضمن الجنود اللي جاي مع الجيش العثماني لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. موقف محمد علي من ايه؟ من الضرب دي المفروض يعمل ايه؟ يسمع كلام القادة بتاعته والولاة وهو ضابط في الجيش العثماني ويفرض الضرائب، ولا يعفي المصريين من الضرائب ويعتبره ان هو كان لم يكن وما يفرضش على الشعب المصري حاجة؟ لما يجي يتكلم على موقف محمد علي من الثورة، عمل ايه؟ اللي هي ثورة مارس 1804. خاف محمد علي من ان الثورة دي تضر الجنود بتاعته، وخاصة انه جنوده متمردين ومش عايزين ان تضرهم اي شيء. فبدأ محمد علي يسرع بالانضمام الى العلماء والمشايخ، واختلط بالاهالي الغاضبين، وتعهد العلماء بانه يبذل اقصى جهده انه يرفع الضريبة عن الناس، واقترح على الزعماء الشعب المصري انه يعين شخص يدعى خورشيد باشا واليا على مصر. وبالفعل تم تعيينه من قبل السلطان العثماني. لكن هذا الموقف ترتب عليه ايه؟ ان الشعب المصري بدأ يحب محمد علي وينظروا ليه انه رجل عادل يكره الظلم، وكسب محمد علي عطف الشعب المصري وثقته، وخاصة ثقة زعمائه. ويوم 13 مايو 1805 بعتبره تاريخ فاصل في تاريخ الشعب المصري. طيب ليه؟ لان اجتمع الزعماء الشعب المصري والعلماء ونقباء الطوائف في حتة اسمها دار المحكمة او بيت القاضي، وقرروا او خدوا قرار بعزل خورشيد باشا الوالي العثماني كانوا بداله محمد علي. لذا بقدر اقول ان الاول مرة في التاريخ ان الشعب المصري يختار من يحكم، يعزل والي ويعين والي تاني. وبعد ما قبل ما يعينوا محمد علي خدوا عليه عهود ومواثيق، قالوا له لازم تحكم بالعدل وما تقدرش تاخد قرار ولا تصدر قرار الا لما ترجع للزعامة الشعبية. طيب راحوا للسلطان العثماني الزعماء الشعبيين وطلبوا منه انه يعين لهم محمد علي مكان خورشيد باشا. فكان موقف السلطان العثماني المهم مصلحته تمشي. المصلحه بتاعته ايه اللي حصل؟ ان اصدر السلطان العثماني فرمان في 1805 او في 9 يوليو 1805 بيقول ايه؟ عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على حكم ايه؟ مصر. يعني كلمه فرمان يا استاذ، كلمه فرمان يعني امر، والامر ده جاي منين؟ الامر ده جاي من السلطان العثماني، لا يقبل الرفض، واجب النفاذ. طيب كان على محمد علي عشان يثبت حكمه في مصر يخوض بيه اربع مشكلات تواجه محمد علي عشان يثبت ويوطد حكمه في مصر. المشكله الاولانيه هي محاوله نقل محمد علي من مصر في يوليو 1806. بريطانيا ما كانتش عايزه محمد علي، كانت عايزه تعين شخص يدعى محمد بك الالفي، او انها تعين اي شخص عثماني اخر. طب ليه؟ لان محمد علي عسكري، وبالتالي هتضر وجود محمد علي في مصر بمصالح انجلترا. فكانت عايزه تعين محمد بك الالفي وده احد المماليك. ليه؟ لكي تطمئن على مصالحها الايه؟ الاقتصاديه. فبدات انجلترا او بريطانيا تقنع السلطان العثماني انها تعزل محمد علي وتعين محمد بك الالفي او اي والي عثماني اخر. السلطان العثماني كان خايف من انجلترا لانها اقوى منه. طب موقف السلطان العثماني؟ استجاب لبريطانيا لانها اقوى.
ايه اللي حصل؟ خد قرار السلطان عثماني بفرمان بنقل محمد علي الى ولايه تدعى سالونيك، دي موجوده في مقدونيا في اليونان، وتسليم السلطه دون معارضه او مقاومه الى اي والي عثماني جاء مع الاسطول العثماني. يعني ارسل السلطان العثماني اسطول جاي فيه القرار بان ينقل محمد علي ويعين محمد بيك الالفي. طب الزعامه الشعبيه وقفت بجنب محمد علي، ونتج على هذه الوقوف ان بدا السلطان العثماني يرضخ لمطالب الزعامه الشعبيه وتخلى عن فكره النقل، وثبت محمد علي على حكم مين؟ مصر. اول مشكله محمد علي خلص منها اللي هي محاوله نقله الى سالونيك. طيب ايه المشكله الثانيه؟ هنا حصل خلاف ما بين مين ومين؟ بين بريطانيا وما بين السلطان العثماني. طب ليه؟ لان السلطان العثماني لم يحقق اهداف او مطالب انجلترا في ان هي تعزل محمد علي او تنقل محمد علي وتعين محمد بيك الالفي، فقررت بريطانيا ارسال حمله عسكريه على مصر، حمله انجليزيه بقياده شخص يدعى فريزر. طيب ايه اللي حصل؟ اهداف فريزر جاي مصر يعمل ايه في سنه 1807؟ 1807 فريزر كان جاي مصر لثلاث اسباب. السبب الاول يحتل مصر، السبب الثاني يعزل محمد علي من الحكم، والهدف الثالث من وجودها لمصر هي تأوليه محمد بيك الالفي الحكم. طب ايه هي النتائج؟ النتائج طبعا اتهزمت الحمله الانجليزيه في حته اسمها رشيد والحماد، وتم جلاء الحمله من مصر مقابل الافراج عن الاسر الانجليز، ودخل محمد علي الاسكندريه منتصرا. اذا هنا لتاني مره الزعامه الشعبيه تقف بجنب محمد علي. ليه؟ هو كان محمد علي فين في الوقت ده؟ محمد علي كان في الوقت ده بيحارب المماليك في الصعيد، فكان اللي وقف مكان محمد علي اللي هو الزعامة الشعبية والشعب المصري في رشيد والحماد. دي مشكلة تانية اللي وقفت قدام محمد علي واستطاع التخلص منها لكي يثبت حكمه على مصر. المشكلة التالتة اللي واجهت محمد علي اللي هي الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية يا محمد علي اللي ثبتتك على الحكم عايز، هي مشكلة بالنسبة لك؟ ليه؟ عشان محمد علي يخلص من القيود اللي فرضتها عليه وهو بيتعين ويتولى الحكم. مش قلنا قبل كده ان الزعامة الشعبية اشترطت على محمد علي شروط ان هو يحكم بالعدل والا يبرم او يصدر قرار سوى قبل ان يرجع للزعامة الشعبية؟ فمحمد علي يشعر بالضيق من هذه القيود، فاراد ان يتخلص من الزعامة الشعبية المتمثلة في شخص السيد عمر مكرم اللي هو نقيب الاشراف. اخذ محمد علي استنى الفرصة والوقت المناسب عشان يخلص من عمر مكرم، فبدأت يحصل انقسامات للشعب المصري، او انقسامات في القيادة الشعبية. ناس تحب عمر مكرم وناس تكرهه، والناس اللي بتكرهه بدأوا يعملوا عملية فتن بين عمر مكرم وبين محمد علي، فخد قرار محمد علي بنفي عمر مكرم الى دمياط، وبالتالي خلص منه وتخلص من الزعامة الشعبية في امتى؟ في سنة 1809 ميلادي. المشكلة الرابعة والاخيرة اللي وقفت قدام محمد علي وبدأ ياخد فيها قرارات للتخلص منها وثبت حكمه على ارض مصر هي التخلص من المماليك. طب هتتخلص ليه محمد علي من المماليك؟ لانه كان يرى ان المماليك هم مصدر القلق والفوضى. كل ما محمد علي يعمل حاجة ايجابية في مصر المماليك يبوظوها او يسببوا في ضياعها، تمام؟ فاخد محمد علي عدة اجراءات عشان يتخلص من المماليك. اولا بدأ يحرمهم من المناصب الرفيعة اللي هي منصب شيخ البلد. ايه كمان؟ بدأ يطاردهم في كل مكان. ايه كمان؟ دبر ليهم مسبحة اسمها مسبحة القلعة. ايه مسبحة القلعة دي؟ طب انت منين كنت بتطاردهم وبنين هتجمع المماليك الكبار في مسبحة القلعة؟ محمد علي ارسل الى المماليك اللي هم اصحاب التفكير او القيادات او الناس الاذكياء، الناس اللي بتشتغل في الحرب، ودعاهم الى حفلة بمناسبة ان ابنه ابراهيم هيحارب جماعة اسمهم الوهابيين في شبه الجزيرة العربية، وبالمرة يصفي الخلافات بينه وبين المماليك. المماليك اقتنعوا بفكرة محمد علي. بدأ المماليك اجتمعوا في القلعة، امر محمد علي جنوده باغلاق ابواب القلعة، وامر جنوده محمد علي بضرب او اطلاق النار على المماليك، وتم التخلص منهم نهائيا، وبالتالي ثبت محمد علي حكمه على ارض مصر ويبدا في بناء مصر الحديثه بدون اي مشكلات. لما نجي
لما ألخص كل التواريخ اللي موجودة عندي في الدرس ألاحظ إني أولا 1801 خروج الحملة الفرنسية من مصر، اتنين 1804 ثورة الشعب المصري بسبب فرض الضرائب والرتوات، تلاتة 1805 تولية محمد علي حكم مصر، أربعة 1806 محاولة نقل محمد علي إلى سالونيك، خمسة 1807 حملة الإنجليزية على مصر أو حملة فريزر على مصر، ستة التخلص من الزعامة الشعبية عام 1809 بنفي عمر مكرم على دمياط، سبعة التخلص من المماليك عن طريق مذبحة القلعة 1811 ميلادي. وكده أعزائي الطلبة خلصنا درسنا، ألتقي بكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس التاريخ. يهمني جدا تعليقاتكم، ويهمني جدا لايكاتكم، وألقاكم في حلقة قادمة ودرس جديد إن شاء الله. وإلى